السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم معنا بحلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الشعب يريد. وفي حلقتنا لهذا اليوم سنسلط الضوء على مجمل التطورات الأخيرة سواء في بلدنا وكذلك في إقليمنا الملتهب، فسنتحدث عن الحريات في زمن الاعتقالات، كما سنتحدث عن الحراك وهل ما زال له نبض، بالإضافة إلى المشهد الإقليمي، القدس وانتفاضتها وانتظار لامتدادها والإعلان الرسمي لانطلاقتها في كل أنحاء الوطن الفلسطيني ومصر وثورتها وآخر موجاتها الثورية، خاصة بعد تبرئة مبارك ومباركة النظام المصري الحالي لهذه البراءة والرد الفعل الشباب هنالك في مصر، والمحاولات الآن لتوحيد الصفوف لانطلاقة جديدة لموجة جديدة من 25 يناير. المشهد الإقليمي برمته كله متشابك مع بعضه البعض، سنكون مع حركات الأردن اليوم في مختلف المحافظات والتي كانت تهتف بهذه الهتافات بأن الشعب يريد إصلاح النظام وأن الشعب يريد تحسين الوضع المعيشي هنا في الأردن. كذلك الحال نفس الهتاف في نفس المظاهرة للقدس وانتفاضتها، والتحية للأبطال والمقاومين والشهداء هناك، وكذلك لكل المطلب بالحرية الذي ينادي به الشباب في كل أنحاء الوطن العربي. واسمحوا لي مشاهدينا الكرام أن أرحب بضيوفي الذين سأتشرف بصحبتهم في هذه الحلقة، الكاتب والناشط السياسي وعضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأقصى الأستاذ الدكتور أنيس الخصاون، حياك الله دكتورنا. أهلا وسهلا فيك. وكذلك الناشط السياسي ورئيس الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين الأستاذ كاظم عايش، حياك الله أستاذ كاظم وأهلا وسهلا فيك. اسمحوا لي ضيوفي الأعزاء ومشاهدينا الكرام أن نبدأ هذا الحوار الساخن إن شاء الله والذي سيكون في الصميم، في صميم الوجع للمواطن الأردني والمواطن العربي، بعد فاصل قصير، فتفضلوا بالبقاء معنا. مشاهدينا الكرام واهلا بكم معنا مجددا، ونجدد الترحيب بضيوفنا الكرام. واسمح لي استاذ كاظم نبدا مع دكتور انيس. يعني دكتور، هذه المشاهد يعني والحراك في ايام عزه والمطالبه بالاصلاحات والكثافه التي كانت يعني تملا الشوارع والميادين في كل محافظات البلاد، ما اشتقت لها دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، ابتداءً لابد لي أن أشكر لقناة اليرموك الفضائية والأستاذين القائمين على البرنامج. الحقيقة هذا البرنامج الجيد الذي يستمع له الأردنيون في حرتة والمريغة والكرك والشهابية والنعيمة ويتابعوه باستمرار، لأنه صوت الشعب، لأنه صوت الحقيقة الحقيقي الذي ينقل نبض الناس ويتحدث باسم وجدانها وتطلعاتها. نعم
اشتقت إليه، لكنني ما زلت أمارسه، ما زال هنالك الحراك قائما وما زالت هنالك فعاليات قائمة. والحراك نعم مرت فترات هنالك فيها نوع من التراجع في ظروف محلية، ظروف إقليمية، ظروف سياسية تتعلق حتى بالقائمين على الدولة الأردنية. استغلت هذه الظروف، هل ممكن الخصها؟ اسمح لي دكتور عشان تكون حتى عبارتك يعني واجابتك واضحه. يعني البعض يقول يعني سواء من الرسميين وبعض المحايدين حتى ان الحراك فشل، هل ترى الحراك فشل؟ ويعني اجابتك مع التعليل يعني اذا ممكن. أنا لا أعتقد أن الحراك فشل، وأن الحراك هو قائم، وهذه شعلة خيرة وبدأت ولن تعود إلى الوراء. تزداد كثافتها، تنقص كثافتها، تزداد حدتها، تنقص حدتها، لكنها قائمة. وسيكون هذا الوقت المناسب الآن ولاحقا ستتصاعد، لأن مطالب الحراك لم تتحقق بعد. الحراك ليس عبثيا، لم يقم فقط من أجل الصراخ في الطرقات، وليس من أجل هذا الحراك. تذكر أستاذ ينال، تذكر أنه من أجل الوطن قام، ولم يقم ضد الوطن. مطالب الحراك من النظام السياسي الأردني مطالب واضحة جدا، هي عنوانها الإصلاح، وعنوانها الشعب الأردني، وعنوانها حقوق الناس، وعنوانها الظلم الذي يعانيه الكثيرون في الأردن من في قطاعات مختلفة، من سوء التعامل مع المال العام، من انتشار للفساد، من قمع للحريات، من اعتقالات، من إحالة على محاكم أمن الدولة، من اتهامات جزافية لا تستند إلى حقيقة، ولا تستند إلى وقائع على الأرض، إنما هي الهدف منها النيل من هذه الأصوات التي تتحدث بالحق، والتي تطالب باسم الأردنيين، تطالب بالعدالة الاجتماعية، وتطالب بالحرية ابتداء. نحن نطالب في الحراك الأردني، وهذا عنوان لمجمل الحركات الأردنية وليس من لون واحد، تطالب بتحقيق العدالة، وتطالب بإصلاحات حقيقية في النظام السياسي الذي يتيح للأردنيين أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم. وتتيح للأردنيين حتى في الدستور الحالي، يقول الدستور وينص الدستور على أن الأردنيين يحكمون أنفسهم بأنفسهم خلال الولاية العامة. هذه الولاية العامة لا نراها مطبقة على الأرض. وأنا أريد أن أسوق هنا أمثلة. وقبل شهور قليلة كيف تحدث رئيس الوزراء من على شاشات التلفزة بأنه كان مغيبا وليس غائبا عن حدث معين عندما حدث ما حدث في عجلون، وفي أحداث غزة عندما 51 يوم وهي تقصف غزة ورئيس الوزراء الأردني لم يتحدث إلا بعد أكثر من 23 يوم. صحيح. خرج ليعلن في مؤتمر صحفي، وقيادة في الأردن كانت 20 يوم في رمضان خارج الأردن، وحدودنا الشرقية ملتهبة، وحدودنا 160 كيلومتر في غزة كانت ملتهبة، وعندنا مشكلات في الحدود الشمالية، ولم يخرج. أين الولاية العامة التي يتحدث عنها دولة الرئيس الآن عندما يقول أنني كنت مغيبا؟ لذلك أنا أعتقد أن الحراك الأردني جذوته قائمة. جميل. نعم. كنا نفهم من كلامك أن كل الظروف الموضوعية التي أدت إلى انطلاقة الحراك ما زالت موجودة. نعم. بل وتتكاثف. نعم. أكثر. نعم. وتتعزز الأسباب. نعم. لاستمرار هذا الحراك. نعم. يعني أيضا. نعم. هنا أستاذ كاظم، عم نشاهد بالفترة الأخيرة شاهدناها زي ما ذكر الدكتور أنيس بأثناء حرب غزة، كانت توحد الحراكات في الأردن للهتاف باسم غزة والهتاف باسم الأردن. والآن بعد أحداث القدس والعمليات الاستشهادية وهذه البطولة من المرابطين، هناك أيضا تتوحد الحراكات في نفس المطلب. هل في فرق ما بين المطالب بإصلاح هنا في الأردن والمطالب بتحرير الأرض هناك بفلسطين؟ والبعض بيحكي دائما أنه ليش الحراك يخلط ما بين هذين الموضوعين. شكرا على السؤال وعلى الربط. الحقيقة أريد أن أؤكد ابتداء أن الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه واحدة. القضية الثانية، الأحرار في هذا البلد كثيرون. نعم، هنالك ظروف تمنعهم من التحرك والتوحد الآن، هناك يعني عوامل كثيرة تضغط عليهم، ولكن في لحظة من اللحظات الذين يعرفون الحقيقة كثر. نعم. والذين يعرفون الطريق كثيرون، حتى الموجودين في مواقع المسؤولية الآن ويمارسون أدوارهم من خلال يعني باسم السلطة وباسم النظام، هم يعرفون الحقيقة، وإذا خلوا بك قالوا لك الحقيقة، ولكنهم كما قال المثل قديما أو المقولة المشهورة، قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية. يعني هم عارفين صح، ولكن بينتظروا اللحظة المناسبة حتى يستطيعوا أن يقدموا ما عندهم
من خير، وفيهم خير كثير. أنا لا أشك أن في هذا البلد خير كثير، وأعتقد أنه في لحظة من اللحظات ستتاح الفرصة للكل أن يقول الحقيقة وأن يقول الصواب. جميل، فأنا واثق من هذا. هذه قضية. القضية الأخرى، الأصوات النشازة التي تصدر من هنا وهناك، هذه ستخبت، لأنها معروف هذه أصوات مدفوعة الأجر، وعندما يتوقف الأجر ستخبت وتنتهي هذه الأصوات النشاز التي لا تنتمي إلى الأمة ولا إلى ثقافتها ولا إلى مواقفها. الأردن طول عمره بلد الأحرار، طول عمره بلد الانتماء للأمة والقوم. بس ممكن الأجر يوقف ما دام في بترول بالحياة، يعني ممكن يوقف الأجر ممكن يعني؟ نعم، في لحظة من اللحظات إذا شاء الله سبحانه وتعالى ستتغير الظروف. أما بالنسبة لمتوحد الحراك وانطلاقته أو خفوته، نعم لا شك أن الأمة لا يوحدها إلا الفعل الذي ينتمي إليها، والفعل الذي ينتمي إلى هذه الأمة هو الفعل المقاوم، مقاومة الظلم، مقاومة الاحتلال، مقاومة الغطرسة والكبر والتكبر في الأرض بغير الحق الذي يمارسه الصهاينة ومن يقف من وراء هؤلاء الصهاينة. عندما تشعر الأمة أنها تخوض معركة حقيقية تتوحد، معركة لا لبس فيها، راية واضحة في مصارعة الاحتلال، في مصارعة الظلم، في مصارعة الباطل الواضح، الأمة تتوحد. ولكن تحدث الفرقة حين يعني تختلط الأمور على الناس، ويكون هنالك في نوع من التشويش على وعي الناس. جميل. وأنا لا أعتقد أنه القضية واحدة، يعني الظلم واحد، الكبر واحد، لا فرق بين كبر عربي وكبر صهيوني وكبر أمريكي، كله كبر وظلم. والأصل أن نقف جميعا في ونحن أمة واحدة. ما عمرنا في لحظة من اللحظات كنا نشعر أن قضية تخص الأقصى أو تخص فلسطين أو تخص الأردن أو تخص سوريا أو تخص أي قطر عربي. كلنا نقف إلى جانب، في الأردن هنا نحن نقف دائما مع الحق، في العراق، في سوريا، في فلسطين، كنا دائما. جينات المواطن الأردني هي جينات قومية. نعم، جينات المواطن الأردني هنا جينات عربية إسلامية. صحيح. نقية، ولكن هنالك طبقة في حالة من التشويش، في حالة من المصالح التي تضغط من هنا وهناك، ولكنها سرعان ما تزول، هذه عوارض. أما الحقيقة فستبقى كما قلت، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن هو المسار واحد والقطار واحد. نعم. ومن يلتحق بهذا القطار بالضبط، قطار بالضبط. الحرية بغض النظر عن الجنسية، إصلاح في الأردن هو إصلاح في فلسطين، والتحرير في فلسطين ينعكس إيجابا على الأردن، كلها قضية واحدة، وكلنا يعني نعيش هما واحدا. وأظن أننا يجب أن نبقى متوحدين حول قضايانا ولا نختلف عليه. جميل جدا. يعني هنا دكتور ونلاحظ يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الناشطين الآن، يعني نشوف من خلال منشوراتهم، يعني حتى الذين كانوا يدعون للتهدئة في زمن من الأزمنة أو في عز الحراك كانوا متخوفين شوي من التصعيد، الآن عادوا وراجعوا مواقفهم والآن يريدوا إعادة التصعيد من جديد. بنشوف في تململ يعني لدى الشباب من ظل الواقع، يعني التعيينات الأخيرة على سبيل المثال نفس النهج، نفس الطريقة، نفس العلبة التي يعني يضعوا فيها المسؤولين ينقلوهم من هنا إلى هناك. هل تعتقد أنه ممكن في شرارة ستعود لتعاود الحراك من جديد، ولا الناس خافت، شافت الإقليم ملتهب، شافت شو صار بالشعب السوري والذي يعني انتثر في كل دول الدنيا، يعني وهو في دول اللجوء وفي الداخل المعاناة المعروفة في العراق، في مصر، في نتائج الربيع العربي بيحكي لك انه خلاص خلينا بالأردن مستورين وعنا هالأمن والأمان وكثر الله خيرهم. تقصد التعيينات الأخيرة، تعيينات المجالس بكل مجال، سواء مجالس الأمناء الجامعات أو حتى مفوضية العقبة؟ نعم. يعني أو أي تعيينات. نعم. حدثت في الأونة الأخيرة. يعني أنا أتفق معك تماما بأنه أسباب الحراك ما زالت قائمة، وأن هذا الجيل الصاعد، الجيل الشباب الأردني، هو جزء من الجيل العربي الذي تجمعه تطلعات أكبر بكثير من التطلعات الإقليمية الضيقة. جميل. تطلعات تثور على الظلم، تطلعات ترفض الظلم والطغيان كما تفضل أخي الكريم. الشعوب العربية شعوب تنظر في إطار وحدتها وليست في إطار إقليميتها الضيقة القطرية. الأنظمة العربية للأسف الشديد أنها تنظر من منظار إقليمي يجسد حالة التجزئة، في حين أن الأردنيين والمصريين ينظرون في إطار الدولة الكبيرة، لا ينظرون في إطار قطري. ولذلك أنا أعتقد بأن هذه الأنظمة عليها أن تستجيب لنبض شعبها، وأن استمرارها مرهون
بمدى تجاوبها مع تطلعات الناس وأمانيهم وما يطمحون إليه. يعني أنا لما بدي أطلع الآن وأسمع لرأي المصريين، المصري العادي، الأردني، التونسي، هؤلاء يتحدثون بقواسم مشتركة كبيرة جدا. صحيح. نعم، أنا ما يحدث في فلسطين، وأنا لا أتحدث عن نيكاراغوا، أنا أتحدث عن مسافة وأن تفصلني كيلومترات قليلة عن الأقصى، تفصلني عن غزة التي كانت كرة من اللهب قبل شهرين أو ثلاثة، أنا تفصلني عنها مسافة قصيرة، فما يحدث هناك هو يحدث هنا. صحيح. وهنا نعم نحن متأثرون ونحن معنيون. ولذلك من هنا أنا يعني أقف وأتشرف من هذه المنصة لأقول بأن على المواقف الرسمية الأردنية تحديدا، لأنه الآن هذا بهمني جدا، أن تنسجم مع تطلعات شعبها. جميل. وأن تنسجم مع ما يخاطب وجدان الأردنيين في مناطق المختلفة، وجدان الأردنيين مع فلسطين، وجدان الأردنيين مع غزة. طيب دكتور، بندخل على الملف الإقليمي بتوسع أكثر، ولكن على الآن يعني في الملف الداخلي، أنت يعني من خلال ملاحظاتك، الناس خافت من التجارب اللي صابت الشعوب، ولا هم عندهم الظروف اللي تدعوهم إلى التحرك من جديد وإشعال يعني ثورة إصلاحية كما هو معروف في الأردن؟ أنا أعتقد أن النظام السياسي، الحكومة الأردنية استثمرت كثيرا الحقيقة في الأحداث التي تحيط بنا. نعم. وأنت تعلم تماما تأثير أجهزة الإعلام وماكنة الإعلام الرسمية على في صياغة فكر الشعوب وفي تأثيره على وجدان الأمة وصياغة الرأي العام. خافت الأردنيين من خلال تخويفه الحقيقة وتحذيرهم أن الديمقراطية التي تطلبونها وتسعون إليها، انظر إلى 10 كيلومترات في درعا، او انظر الى 10 كيلومترات في 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 في, في العراق على الحدود، ولترى هل هذه الديمقراطيه التي تريدها. استطاعوا وربما بنجاح نسبي ان يقرنوا تماما بين مطالب الديمقراطيه وبين نسف الدماء وسفك الدماء. وهذه الحقيقه خاطئه جدا جدا جدا. نحن نريد الديمقراطيه ولكن بدون هذه الدماء. نحن نريد ديمقراطيه تونس التي جاءت بدون سفك دماء تقريبا، نحن نريد ديمقراطية المغرب نسبيا التي جاءت أيضا بدون سفك دماء. لماذا تستغل؟ وهذا استغلال غير بريء للأمانة. وأعتقد أنه ينبغي لا يكون أن تحذر الناس أنه هذه تربط بين الديمقراطية وبين سفك الدماء في الدول المجاورة، والخاصة ليس فقط الشعوب، حتى الأنظمة. يعني إذا قالوا أنه بدكم تصيروا زي الشعب السوري، أيضا النظام السوري هو ليس نموذج جيد لأي نظام آخر. نعم. يعني لأنه لما صار الشعب السوري بالحال اللي هو عليه الآن، أيضا النظام السوري صار بوضعية يعني فقد فيها كل الشرعية، وأصبح نظام مجرم بمفهوم كل أحرار العالم. اسمح لي أنه نستكمل هذا الحوار وأيضا نستمع كلام أستاذ كاظم، ولكن خلينا نروح على العقبة، وينضم إلينا مراسلنا من هناك حذيفة القرارعة، ونشوف أو عفوا على الطفيلة حذيفة القرارعة. السلام عليكم حذيفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حذيفة، كيف كان حراك أحرار الطفيلة اليوم؟ نعم، اليوم خرجت مسيرة إصلاحية بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد الطفيلة الكبير باتجاه دار المحافظة للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية تلمس على أرض الواقع، وليس فقط بالصحف وشاشات الفضائيات، ومطالبة أيضا بمحاسبة الفاسدين. انسحبت شعاراتهم وهتافاتهم من خلال البيان الذي صدر عن لجنة حراك أحرار الطفيلة بعنوان جمعة كفاكم استهتارا بعقول الأردنيين، إلى أن ما يعانيه الوطن من تراجع على جميع المستويات واستمرار مؤسسة الفساد في نهجها إقصاء الشرفاء من المشاركة في صنع القرار وإنقاذ الوطن من الفاسدين والشعور المتزايد بالخطر. أضاف البيان بإسقاط أو طالب بإسقاط الحكومة التي وصفها بالحكومة التي جعلت شغلها الشغل إرهاق الأردنيين بالضرائب والرسوم ورفع الأسعار ورفع الدعم والتلويح برفع أسعار الخبز والكهرباء وعدم تنزيل أسعار المحروقات تمشيا مع أسعار العالمية للنفط على حد قولهم. كما طالب أيضا طالبوا بإسقاط الحكومة لتماديها على الحريات واعتقال أصحاب الرأي والفكر ومنع وفض الاعتصامات المطلبية بشكل نهجي، وكما طالبوا بإسقاطها لتماديها في التجنيس وتأثيرها السلبي على المواطن ومعيشته وكرامته.
نعم حذيفة، شكرا جزيلا لك. إذن حذيفة القرار على مراسلنا بالطفيلة، ونشاهد لقطات سريعة بالصوت والصورة من حراك أحرار الطفيلة. وين الأردن الأول؟ وين الأردن الأول؟ خلوا شعبه يتسول، خلوا شعبه يتسول. وين الأردن هالأول؟ وين الأردن هالأول؟ إصلاحك يا نظام طول، إصلاحك يا نظام طول، إصلاحك يا نظام طول، إصلاحك يا نظام طول. نشكل ألوان ببدأ من قاصر بسمان، ببدأ من قاصر بسمان، ببدأ من قاصر. الفساد اشكال الوان، إذا مشاهدينا هذه يعني لقطات سريعة من حراك أحرار الطفيلة المستمرين عليه يعني منذ سنوات بغض النظر من يخرج، لأنهم مستمرون حتى يعني تتوحد الصفوف أكثر، وكل من لديه احتقان وكل من لديه أو يشعر بالظلم أن ينزل ويعود إلى هذا الحراك. أستاذ كاظم، الآن يعني في ظل كل هذه المطالب يعني التي يطالب بها الشعب الأردني من إصلاحات وحريات، نفاجأ بسلسلة من الاعتقالات كان للحركة الإسلامية ربما نصيب الأسد منها من مهندسين ومن أعضاء مجلس شورى، وانتهاء بنائب المراقب العام الشيخ زكي بن رشيد. يعني كيف تفسر يعني هذا السيناريو الآن؟ المنطقة ملتهبة والجميع بحاجة إلى تهدئة يعني الصف أو في الداخل هنا في الأردن، ثم نفاجأ بهذه الاعتقالات وتهم ربما مستوردة من بعض الدول الخارجية دعم المقاومة كتهمة تتخابر مع حماس في مصر. يعني الحقيقة دعني أقول هنا شيئا مهما، إحنا في الأردن نحرص على أن يكون على أن تكون الأمور هادئة ومستقرة، وأن يبنى الإصلاح على أسس ثابتة، وأن نتقدم إليه بخطوات واثقة، ولا نريد أن تحدث الفوضى في الأردن، ولا نريد أن تحدث أي إشكالات تعيق مسيرة الإصلاح. لا شك أن الاعتقال، طبعا الاعتقالات مختلفة الأسباب، يعني مثلا اعتقال الأستاذ زكي بن رشيد، أنا أعتقد أن هذا كان فيه يعني نوع من يعني في تطرف في القرار. الأستاذ زكي بن رشيد رجل سياسي عبر عن رأيه، والحقيقة أنا أعتقد أنه كما ذكر قبل قليل الأستاذ أنيس، أنه في يعني هناك كلام قيل أكثر مما قاله زكي بن رشيد، ولم يتعرض أحد لمن قال يعني مثلا بهذه القسوة وهذا الإجراء الغريب. إذن اعتقال لمنصبه وليس لشخصه، نفهم من كلامك؟ يعني القضية يعني أنا أعتقد أنه فيها رسائل أخرى، يعني ليس ما قاله زكي هو سبب اعتقاله، ولكن هنالك رسائل يعني توجه باتجاهات كثيرة ومختلفة لا أريد الخوض فيها، وأنا أعتقد أنها كانت رسائل خاطئة، لأنه أنا أعتقد أن الحرية هذه شيء مقدس، والتعبير عن الرأي مهما كان الذي يقول، مهما كان من يكون الذي يعبر عن رأيه، يجب أن يحترم، ويجب أن نحافظ على حرية القول. أما أن يعني يعتقل شخص لأنه يعني قيل أنه مثلا أساء إلى دولة شقيقة وصديقة، ما هي الإساءات من قبل الجميع من في كل الدول ومن كثير من أطياف المجتمع تقال الآن. لماذا يعني مثلا زكي؟ هي رسالة، لا شك أنها رسالة كانت واضحة واضحة الاتجاه، ووضع تبرير لكسب الرأي العام أنه في ربع مليون أردني بالإمارات بدهم يخسروا وظائفهم. بالعكس يا سيدي، إذا كان مصير الأردنيين في الإمارات أو في قطر أو في السعودية مرهون بكلمة يقولها شخص، معنى هذا أن هذه الأنظمة لا تستحق البقاء ولا الوجود. هل معقول أنه مجرد أن ينطق أحد بكلمة في انتقاد لسياسة دولة أن يعرض مصائر الناس إلى هذا؟ كلام غير معقول وغير منطقي، ولا أحد يصدق هذا الكلام. نعم. إلا إذا كانت فعلا يعني أنظمة مهترئة فعلا يعني كما وصفت، وأنظمة يعني لا تقيم وزن لا للحرية ولا للعدالة ولا للمنطق، أي وتخاف من تغريدة أو تخاف من خيالها على رأي الله. فهذه الأنظمة لا تستحق البقاء إذا كانت فعلا هكذا، ونحن يعني نرجع أن لا تكون كذلك، لأنه هذا ما في مصلحة. الحركة الإسلامية مستهدفة الآن، تجدها يعني في ظل كل هذه الاعتقالات وهذه السياسات؟ يا سيدي، الحركة الإسلامية ليست الحركة الإسلامية حقيقة، الإسلام هو حقيقة في الفترة الأخيرة. أنا بحكي عن الأردن، أمريكا حين أعلنت الحرب على الإرهاب
تستطيع أن تشيل كلمة الإرهاب وتضع مكان الإسلام بكل بكل أريحية. هنالك حرب على الإسلام. يمكن هاي متفقين عليه، لكن في الأردن هل في باتجاه الحركة الإسلامية بالتحديد من الحكومة يعني من خلال يا سيدي حالات المحكمة الأردن لا ليست يعني 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 حالة خاصة وخارج إطار السياق الإقليمي والعالمي. يعني الأردن هي تتأثر بما يجري حولها وعليها ضغوطات من أمريكا ومن غير أمريكا وحلفاء أمريكا وأذرع أمريكا في المنطقة، عليها ضغوطات لا شك واستجابت للضغوطات. نعم هي تستجيب للضغوطات منذ زمن بعيد، هي في تحجيمها للإسلاميين، قانون الصوت الواحد وقانون الوعظ والإرشاد وقانون الاجتماعات العامة وقانون مكافحة الإرهاب، كل هذه القوانين التي سنت لمحاربة من؟ كلها أصلا موجهة لمحاربة الإسلاميين بغض النظر كانوا إخوان مسلمين أو غيرهم. أنا أعتقد أن هذه القوانين كلها سنت من أجل حصار الحالة، حالة الوعي التي جاءت مع الربيع العربي للمنطقة وتريد أن تحاصرها بغض النظر كانوا إخوان مسلمين أو غير الإخوان المسلمين. هناك حالة من الضغط والحصار على الجميع. جميل. وانا دكتور بدي استمع لوجهه نظرك، يعني ومعروف حضرتك ايضا ليس من يعني ابناء الحركه الاسلاميه وربما المتعاطفين، لكن ليس يعني وبدنا رايك، يعني هل ترى بانه يعني هنالك استهداف يخص يعني الحركه الاسلاميه الان؟ وايضا دكتور يعني لو تعلق لنا وتوضح للناس، يعني هل فعلا في خوف على ربع مليون؟ يعني هل هذه المزاوده انه والله الشيخ زكي والاخوان بدهم يضروا نص الشعب الاردني اللي بيشتغل بالخليج؟ ونتذكر مواقف اخرى للملك الحسين الراحل بحرب الخليج الثانيه، كيف انه وقف موقف يعني استجاب للراي العام الاردني بحرب العراق، وكان حتى لو تضرر الشعب الاردني اقتصاديا ولكنه الجميع كان ملتف خلف القياده. يعني أرجو تعطيني شوية وقت لأنه كلام الأستاذ كاظم، الحقيقة الأستاذ كاظم من عداد الجماعة الإخوان المسلمين، فلذلك يعني بدي يتحدث. أنا بدي أتحدث وأنا مش من الإخوان المسلمين، لكن بدي أتحدث كمراقب وكأكاديمي لي رأي مستقل هنا. أنا أعتقد بأن قضية الاعتقالات وأن سؤالك تحديدا عن الاعتقالات والتهم الموجهة، حرية التعبير حرية كفيلها الدستور الأردني ابتداء، كافة أشكال التعبير كفيلها الدستور بما فيها حرية الاعتقاد. يا أخي حرية الاعتقاد كفيلها الدستور. فأنا لا أعلم عندما توجه تهمة سواء للشيخ زكي بن رشيد أو غيره، هنالك 25 شخصية الآن معتقلة، منهم حوالي 18 أو 17 من الإخوان المسلمين، ولكن هنالك حوالي 8 مش من الإخوان المسلمين. صحيح. ولذلك كل التهم الموجهة لهم هي التهم معظمها تهم الحقيقة مهزوزة، تهم ليست حقيقية، تهم قدح المقامات العليا وتقويض نظام أي نظام حكم بده قوض كرتون، وباقي تقوض نظام حكم واحد حقق الامتيون بده قوض نظام حكم. كيف تقوض النظام يا أخي؟ بالدول الديمقراطية الشعوب تنتقد قادتها وتشتم وتعمل نكات على قادتها، ها؟ فكيف الكلام هذا؟ أنت نتحدث الآن على أنه والله انتقدنا كذا وهذا أساء للعلاقات. شو معنى تعكير صفو العلاقات؟ أنا أريد تعريفا إجرائيا شو معنى تعكير صفو العلاقات. أخي كيف الحكومة الأردنية هاجمت تركيا قبل سنوات عندما قلنا في تركيا ما لم يقله مالك في الخمر؟ كيف قلنا وتستمر يوميا بمقالات يعني الكتاب، ونحن ليس لدينا حدود برية مع تركيا ومصالحنا التجارية والاقتصادية كبيرة مع تركيا، وتركيا لم تسير جيوش ولم تهاجم الأردن على الإطلاق، وقلنا في تركيا الكثير من الكلام واتهمناهم بالسطحية واتهمناهم بأمور يعني حقيقة تجاوزت الأطر الدبلوماسية. ألم يعكر ذلك صفو العلاقات بينه وبين تركيا؟ كيف الآن بخرج لي شخص مثل زكي بن رشيد أو غيره ويقول كيف هذاك مش تعكير ولا تعكير؟ كيف تعكير مع قطر لكان لما شنينا حملة كبير لأنه طلع برنامج صحفي وتناول الأردن واشتدت العلاقات بينه وبين، تعكرت صفو العلاقات، ها؟ بناء على ايش؟ على مواقف وأعزل الكتاب السريعين هذولا بأنه انزلوا في القطر. كيف هذا الكلام؟ كيف بدي أركب الأمور على بعضها؟ اثنين، يا أخي أنا بلوم الآن إن موقف من بورما، إنه موقف من إفريقيا الوسطى التي يذبح فيها الإسلام والمسلمين، إنه موقف من إسرائيل، نحن ننتقد إسرائيل، لعاد إسرائيل تربطك علاقة سلام، معناته صف العلاقات إذا انتقدت إسرائيل على مذابحها في غزة. أخي ينال، أنا مش عارف كيف إنه إحنا من ربي أطفالنا في المدارس بمناهجنا التربوية على أن يقولوا الحقيقة، وهذا بنقلني لقضية ذات أهمية كبيرة جدا. إحنا بدنا نعلم الناس النفاق أم بدنا نعلم الناس أن يقولوا الحق وأن يتحدثوا عن الصور كما هي على الأرض؟ أم نريد زخرفتها؟ نحن نعلم الناس هكذا قرأ بن رشيد، هكذا قرأ الأحداث. واحد، هكذا يراها،
هكذا نعلم الطلبة بالجامعات على أن يقول الحقيقة وليس غير الحقيقة. وإذا في مخالف للقانون حاكمه بالمحاكم المدنية عادي. نعم. يعني في قوانين أخرى. نعم. قانون عقوبات. فكيف إحنا متحدث على أنه اثنين؟ أنا بدي أقول القضية الثانية. أولا أنا سمعت أن الإمارات نفت كل هذا الأمر أنه بضغط من الإمارات وأنها استاءت جدا من كلام زكي بن رشيد، وأنا أعتقد أن الموقف هو موقف داخلي أردني الهدف منه لي ذراع الإخوان المسلمين. نعم. أنا أقول ذلك وليس الهدف منه لا حرية الكلمة وما قيل عن كما أسلف الأستاذ كاظم ما قيل في الأردن في سقوف أعلى بكثير مما قاله زكي بن رشيد، لكن هذه استغلت على الإخوان المسلمين للي ذراعهم. النقطة اللي بدي أنا أتحدث عنها ليست كل الحركات الإسلامية، أنا لم أرى حزب الوسط الإسلامي يعاني كثيرا مما يعانيه الإخوان المسلمين، وهو اسمه حزب الوسط الإسلامي، العكس متنغنش ومتدلل على الآخر. الوسط الإسلامي بشوفهم على التلفزيون الأردني، إحنا بندفع رسوم بكل شهر ندفع دينار للتلفزيون الأردني، وبشوف الوسط الإسلامي هناك ولا بش أرى حدا من المعارضين على التلفزيون الأردني. أنا أستغرب إنه السلفيين الحقيقة بيصرحوا بيمرحوا كمان نفس العملية. ليش معنى؟ أنا أعتقد أن هنالك استهدافا واضحا ومباشرا لجماعة الإخوان المسلمين ولذراعهم جبهة العمل الإسلامي، هنالك تضييق واضح، وأنا أعتقد أن هذا الموقف ربما قد لا يكون الحكومة مختارة أم مأمورة، وأنا أعتقد أكرر أنها ربما تكون مأمورة في ذلك، يأتي في سياقات إقليمية معينة لمحاصرة الإخوان المسلمين. هذه الزيارات المتبادلة بيننا وبين مصر يا أخي ينال، زيارات حميمية كثيرة بشكل كبير جدا، وأنا لا أعلم. نحن نريد نعم خطى الراحل الملك حسين أن يتبع أولي الأمر هنا، والملك عبد الله نتبع خطى والده الملك حسين ولا نتبع خطى غيرنا. نحن ينبغي أن نكون نموذج للآخرين في هذه القضية. أنا أعتقد أخيرا أن الشعب الإماراتي، أنا أعرف وأنا عملت في دولة الإمارات وتشرف بالعمل معهم، أنه شعب عربي أصيل، شعب يدعم قضايا الإسلام والمسلمين أينما وجدت، وأنا تحدثت معهم وأنا بعرفهم تماما، وأنه لا يغيظهم أبدا. وأنا بحكي عن الشعب الآن إذا بنتقد سياسات خارجية، طيب ما أنا بنتقد سياسات خارجية في الأردن، بنتقد سياسات أمريكا، لا في أمريكا كيف صحيح. الآن أنت بتتحدث لمواقع الشعب الإماراتي، الشعب أصيل ولا غير مستهدف بهذا الكلام. أخيرا آخر نقطة، أنا راجعت كل ما قيل من السيد زكي بن رشيد وقرأته، أنا لم أرى الإمارات نفت أي من هذه الأشياء التي تحدث بها. الإمارات أعدهم كلهم لحكام، من المستشفى الإماراتي ما نفوش، من قضية أخي الطائرات الإماراتية تقصف في ليبيا ومصورة وعملوا مقابلات مع قيادة الطائرة، وأمريكا كشفت لها مليارات الإمارات دعمت السيسي في مصر باعتراف المصريين المتلقين لهذه المليارات والتي ساهمت في إحداث الانقلاب على الشرعية. طيب إذا حتى شراء المنازل في القدس، المنازل اللي خلفك بالصورة يعني أعلنها نائب رئيس الحركة الإسلامية في القدس ولم ينتهي فيها. طيب إذا وزراء خارجية عرب يقولوا لإسرائيل إنحن مدفع تكاليف الحملة على غزة، يا أخي إذا الإمارات ما نفتش معناته هاي مادة إعلامية قابلة للتداول. صحيح. قابلة. فهل هنالك ما ينكر؟ تعال إحنا نتحدث عن الحقائق، ما قاله زكي بن رشيد لم تنفيه دولة الإمارات، فلماذا تحاسب وتوجه له هذه التهم على اعتبار أن أنا لا أعتقد أنه يفسد العلاقة بيننا؟ أنا أعتقد المقصود فيه هو الضغط على الإخوان المسلمين لتجيبهم لحضيرة الخضوع لقضية. بدنا نكمل بهذا الموضوع، ولكن اسمحوا لي نروح على جرش أيضا، والحراك مستمر كمان بجرش وأحرار جرش يخرجون بشكل يومي في أيام الجمعة بشكل أسبوعي. نصر العتوم من جرش، نصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نصر، كيف كان الحراك اليوم وأبرز الشعارات والمطالب؟ نعم زميلي ينال، نظم ائتلاف جرش للتغيير عقب صلاة الجمعة اعتصاما إصلاحيا أمام مسجد عثمان بن عفان في بلدة ساكب بعنوان الانتفاضة مفتاح التحرير. وبيّن الائتلاف أن انتفاضة الشرفاء في فلسطين كانت تعبيرا فطريا يدل على سلامة العقيدة والنهج، وبالرغم من قلة عديدها ومناصريها فما اقترنت القلة إلا بخير، مصداقا لقوله تعالى وما آمن معه إلا قليل، وقوله تعالى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وأكد الائتلاف زميل ينال أهمية الانتفاضة في قبض مضاجع العدو الصهيوني وتنبيه الأمة إلى العدو الحقيقي وهو العدو الصهيوني الذي يتربص بها وبعقيدتها الدوائر، كما أكد أهميتها بكشف زيف الأنظمة وقال هذه الأنظمة التي ما فتئت تعد الجيوش وتستنزف ميزانيات الأمة
نعم. على التسلح الذي لم نشهد دوره على جبهات القتال. نصر اسمح لي أقاطعك يعني، بس أنا في صورة استفزتني، شو قصة علم إسرائيل اللي رافعها؟ نعم هذا علم يعني تم رفع طبعا ووضعه تحت الأقدام، يعني كان هو بس أنت ما جبت لناش غير اللقطة اللي هو رافعها وبالتالي تم حرقه. طيب تمام تمام. نعم. تفضل نصر كمل. نعم وقال طبعا أن هذه الأنظمة اللي هو الائتلاف، قال هذه الأنظمة التي ما فتأت تعد الجيوش وتستنزف ميزانيات الأمة على التسلح الذي لم نشهد دوره على جبهات القتال، وحيث يقتضي الواجب بقدر ما رأيناه في ساحات المطارات للاستعراضات العسكرية وفي ميادين الحرية لقمع الأحرار والشرفاء المخلصين. واستبشر الائتلاف ببزوغ فجر انتفاضة جديدة، وأشار إلى أن الانتفاضة تعيد التأشير على بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك باعتباره قبلة المجاهدين ومنصة الشرفاء والمخلصين. طبعا زميلي أنا رفع المشاركون في الاعتصام لافتات كتب عليها: فلسطين ليست ملك أبي أحد كي يتم التنازل عن حبة رمل فيها، والانتفاضات المباركة مفاتيح التحرير وتشتيت لجهود العملاء، حل القضية بالتحرير وليس باحتلال جديد، هنا طبعا تسرب الغاز من أم الرشراش المحتلة، هنالك من يعتذر عن اليهود بالإنابة. طبعا زميل ينال تم حرق العلم الصهيوني في نهاية الفعالية. شكرا لك نصر العتوم مراسلنا في جرش، ونتابع لقطات أيضا سريعة من حراك أحرار جرش. وشاعر ووطن وكرامة، الحجارة قالت الشرارة لاندلاع الانتفاضة، والآن هدم الأقصى وما يحافظ الأقصى هو من سيولد الانتفاضة الثالثة. فلسطين هي الأم، والأم الفلسطينية هي الأم الفقيرة واليتيمة والأقمدة، هي أم الشهيد وهي أم الأسير وهي أم المعتقل، هي الشهيدة، هي الصابرة المتكتبة، هي المناضلة لتحرير. إذن مشاهدينا هذه كانت وقفة أحرار جرش بعد صلاة جمعة هذا اليوم، والربيع بلش شكله في جرش دكتورة. طيب أستاذ كاظم، يعني من خلال الكلام اللي كنا نتكلم فيه وما ذكره الدكتور أنيس، هل ترى يعني مؤخرا كان الأسبوع الماضي زيارة من قيادات الحركة الإسلامية مع الحكومة، وهنالك دعوات تتكرر الآن من قيادات لحوار، حوار وطني. البعض صراحة يحلل، وإحنا بنشوف وبنقرأ سواء على الصحف أو مواقع إلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي من غير الحركة الإسلامية، خلينا نحكي من أنصار التيارات القومية واليسارية وغيره، وكأنه يصفوا أن الحركة الإسلامية الآن في موقف ضعف، ويعني وكأنهم حشروها في الزاوية والآن هي تلجأ إلى المطالبة بالحوار. هل الحركة الإسلامية الآن في موقف ضعف في هذه المواجهة؟ هل فعلا في مواجهة وهل هي ضعيفة الآن يعني تشعر، وأنهم على استعداد أن يقدموا تنازلات في سبيل إجراء حوار أو غيره؟ الحقيقة يعني هذا التوصيف بالنسبة لقوة وضعف الحركة الإسلامية، الحركة الإسلامية بسياساتها ومواقفها وأدائها لا شك أنه يعتبرها كما يعتبر أي مجموعة بشرية تسعى إلى الإصلاح، تسعى إلى التغيير، يعتبرها لحظات من القوة ولحظات من الضعف، هذه طبيعة الحياة وسنة الحياة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني الآن إحنا بنعيش بحركة بنقطة لا شك الضعف. أن الموجة الآن الموجة ليست لصالح الإصلاح وليست لصالح الإسلاميين كما ترى، يعني في موجة وفي هجمة شرسة يعني يقف وراءها قوى عالمية وقوى محلية وإقليمية تريد أن تستأصل كل المنادين بالإصلاح وكل وعلى رأسهم الحركة الإسلامية، هي مستهدفة لا شك. الاعتقالات التي تتم بهذه الطريقة أيضا هي نوع من الاستهداف. الحركة الإسلامية لكن هذا الاستهداف أستاذ كاظم هل يضعف الحركة الإسلامية؟ لا هذا الحركة الإسلامية لا تتغير مواقفها ولا تضعف يعني مطالبها، بالعكس الحركة الإسلامية مطالبها، احنا بنعتبر ما نقوم به هذا دين، وعن هذا ما لا يمكن التخلي عنه، فاحنا قوتنا قوة الحق والمطالب وليست قوة العدد ولا ولا ولا, ولا المظاهر التي يراها الناس، فنحن أصحاب حق نطالب بهذا الحق، نحن أصحاب قيم ندافع عن هذه القيم، نحن أصحاب مواقف وحقوق، فلذلك لا يضيرنا انه يعني صار علينا هجم ما صارش علينا هجم، بالعكس يعني هذا يزيدنا قوة، نحن دائما نقول انه كلما زادت الهجمة هذا لا يدل على ضعفنا، اذا زادت الهجمة على شخص حتما الناس ما بيهجموا على الضعيف، هم بيهجموا على الانسان القوي، على صاحب الطارح القوي. لكن هل هذا سيدعو الحركة الإسلامية لإجراء مراجعة بطريقة تعاملها، ولا يعني ما هو الجديد؟ يا سيد يعني الحوار ليس طارئا على 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 سياسة الحركة الإسلامية. جميل. الحوار طول عمرنا ندعو إلى الحوار، طول عمرنا ندعو إلى كلمة سواء لمصلحة الوطن، لأنه هذا وطن جميعا نحافظ عليه، ويجب أن نتحاور دائما، ويجب أن يعرف الناس
ما يجري في هذه الحوارات، ويعرف الناس ما الذي نقدمه، ما الذي نقوله، وما يقوله الآخرون. يجب أن يفهم الناس هذه الحقيقة، لأنه أصلاً أي قضية من القضايا تريد لها أن تنتصر يجب أن تطرحها ويتحاور فيها الناس ويسمعوا دفاعك عنها ويسمعوا كلامك عنها. إذا بدون هيك كيف؟ يعني الحوار ما له دلالة ضعف، يعني هذا ليس الحوار دلالة ضعف على الإطلاق، بالعكس، هو دائماً صاحب الحق هو أحرص على الحوار. صاحب الحق الذي يحمل المشروع للأمة وللوطن هو أحرص على أن يكون داعي إلى الحوار، لأنه نحن أصلاً قوتنا في المنطق والحق وليس قوة سلاح. جميل. قد نفتقد السلاح. كيف وجدت رد الحكومة على هذه المطالب مؤخراً؟ ردود إيجابية منفتحة ولا؟ يعني هي يعني الحكومة تغلق الأبواب وتفتحها بمقدار يعني ما يعني حسب حساباتها وحسابات مستشاريها. بتعرف حسابات بهذه المرحلة كيف وجدتها؟ والله يعني أنا يعني أرجو أن تكون حسابات الدولة حقيقية وصحيحة، وأن لا تجعل الحرب على الإسلاميين ومطالبين بالإصلاح أولوية عندها، لأنه هذه ليست مصلحة وطنية. جميل. الحرب على الإسلاميين والوطنيين والمطالبين بالإصلاح ليست مصلحة وطنية. صحيح. أنا خاصة في ظل ما نشاهده من تطرف أستاذ كاظم، خاصة وأنتم تروا ما حولكم. أنا أعتقد أنه زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أنا أعتقد أي منحة ينحو نحو الحوار والتصالح المجتمعي وتقديم أولويات أخرى، يعني يا أخواننا إحنا الأردن ليس يعني في عندها أولويات كثيرة يجب أن تنتبه لها، الحكومات يجب أن تنتبه، المجتمع عم يعاني من إشكالات كبيرة، وأخشى أن تنفجر في لحظة من اللحظات الإشكالات الكبيرة وهم مشغولون بحروبهم الدين كوشفية على الإسلاميين وعلى غيره. البلد تحتاج إلى كثير من الإصلاح، إلى الكثير من الاهتمام بالمواطن، إلى الكثير. والخاسر هو الوطن، يعني استهداف الحركة الإسلامية الذي سيجعل إذا حلت مثلا يعني الخاسر هؤلاء الشباب اللي يتربوا في أسر الإخوان، يربوهم على الإسلام الوسطي المعتدل الذي الإسلام الكامل الشامل، سيذهبوا إلى أماكن أخرى ومنظمات أخرى وداعش هيها موجودة على الأبواب، والخاسر بالنهاية الوطن وليس لا إخوان ولا فقط إلى الحكومة ولا إلى النظام، إلى من وراءهم، إلى من يقفون وراءهم. والله حربهم على الإسلام سيدفع ثمنها كبير، حرب العالم على الإسلام، أمريكا وإسرائيل حرب على الإسلام ستدفع ثمنه غاليا، وسيكون ردة الفعل الخسارة فيها أكبر بكثير مما يظن هؤلاء. أنا أعتقد أنه إحنا الإسلام يدعو إلى الوسطية وإلى السلم الإجتماعي، ولا يدعو إلى العنف ولا إلى التطرف ولا إلى الإرهاب كما يصفونه. فإذا هم يعني استمروا في استفزاز الإسلاميين والمسلمين والضغط عليهم بهذا الشكل، هم سيخلقون حالة سيدفعون ثمنها غاليا، لأنه في المحصل هي سنن الكون. نعم. جميل. اسمح لي قبل ما نرجع معك دكتور، وبعرف عندك كلام، روح على معان، وينضم إلينا مراسلنا من معان براء صلاح. براء، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يعني عاد المعانيين وخرجوا اليوم أيضا في حراكهم بعد صلاة الجمعة، تحكي لنا عن حراك اليوم وأبرز المطالب والشعارات. نعم زميلي، أنا اليوم نفذ ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير وقفة احتجاجية أمام مسجد معان كبير ظهر اليوم، استنكارا للقبضة الأمنية وحملة الاعتقالات الأخيرة للناشطين السياسيين. وانتقد الحراك إقرار مجلس النواب قانون الإرهاب الذي يبرر اعتقال أي شخص بمجرد قوله كلمة الحق ودون أي تبرير ليزج بالسجون، وهذا ما حصل مع الناشطين في الحراك حسب وصفهم. أيضا طالب الحراك باعتقال الفاسدين والمفسدين الذين يستمرون في نهب الثروات بدلا من اعتقال الأحرار، والذين حسب قولهم لن يرهبهم الاعتقال ولن يزيدهم إلا إصرار على مواقفهم. أيضا نوجه الحراك رسالة إلى الفئة الصامتة في الشعب، إلى متى ستبقى أيها الشعب صامتا على هذا الظلم والفساد ونهب الثروات؟ وأيضا تسأل الحراك أين الإصلاح الذي تدعيه الحكومة؟ فنحن لا نعلم ونسمع كثيرا. كانت هناك عدد من اليافطات، منها القبضة الأمنية، انتحار للنظام السياسي، وشركة تدمير معان، أي يقصدون فيها شركة تطوير معان لجيوب الفاسدين. وفي الأردن يعتقل الأحرار ويدعم الفجار، وأيضا إلى متى ستبقى شركة الفوسفات مزرعة للفاسدين. نعم. شكرا جزيلا لك براء صلاح مراسلنا في معان، وننتقل مشاهدينا لنتابع لقطات من هذه الوقفة من أحرار معان بالصوت والصورة. ومن جبهة العمل الإسلامي، لماذا؟ لأنهم يقولوا قولة حق، كلمة حق. إلى متى أيها الشعب الأردني العظيم ستبقى صامتا
على هذا النظام الفاسد. كل الدولة ويأتي إلى سقوطها، هذا ما تعلمناه في مناهج هذه الدولة. الرجل المناسب في المكان الغير المناسب، وهذا ما آلت إلى سقوط الاتحاد السوفيتي، لأنهم فعلا كانوا يضعوا وضع الرجل المناسب في المكان الغير المناسب. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. الله من عاطل العمل. الآن شكر إلى هذا النظام، حقيقة نشكر النظام على هذه الطرق الرائعة الخالية من الحفر من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، طريق الموت وتحويلة الموت. نشكر النظام على توزيع الأراضي من سنة 99. إذن مشاهدينا، هذه كانت وقفة معان، يعني خطابات سياسية بعد صلاة الجمعة يتفاعل معها الناس، يعني مشاهد جميلة. نتمنى أن يتم تعميمها حتى على كل المحافظات وتصبح هذه عادة أردنية، عادة حميدة لتوعية الرأي العام بقضايا. يمكن تلخيص كلامنا كله لغاية الآن لخصول معانية القبضة الأمنية انتحال للنظام السياسي ربما يكون عنوان لك. أعرف عندك كلام دكتور، بدي تحكي يعني اللي عندك بالإضافة إلى ما شاهدناه، تعليقك على ما شاهدناه من مهزلة الأسبوع الماضي من مجلس النواب، يعني هذه المزودات والشتائم بينهم، أنت نائب بسطات، أنت نائب مخابرات وغيرها، تعليقك عليه. وأنا بعرف يعني كان في انتخابات يمكن الأسبوع الماضي بنعيمة، وهنالك كانت مطالب لحضرتك بالنزول الانتخابات وأنت رفضت المشاركة في ظل قانون الصوت الواحد، تحكي لنا تعليقك على هذا الموضوع. يعني قضايا شتى أقصد بالله وكلها شجون بالنسبة لي الحديث فيها. فلاشات سيك، فلاشات سريعة. أولا أود أن أحيي الأحرار في الطفيلة ومعان وإربد وإتلاف جرش والمخيمات وكل مناطق الأردن الذين يقفون، والله أنكم تقفون على ثغور الإسلام، والله أنه جهاد في سبيل الله بإذنه تعالى وسيسجل لكم. نعم أنتم تضحون بأنفسكم وتضحون بإمكانية محاسبتكم ضمن قانون الإرهاب الذي أرهبنا به مجلس النواب الأردني، وهو قانون والله أنه في جنوب إفريقيا، في إفريقيا الوسطى إنه غير موجود. أنا لا أعلم من أين يأتوا بهكذا قوانين. الهدف منها النيل من 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 براءة الأردنيين ومن حقهم في التعبير. إفلاشات سريعة إذا أذن الأستاذ ينال. أولاً لابد لي أن أسجل بأن هنالك هو وبون شاسع انفصال كبير بين المواقف الرسمية الأردنية وبين المواقف الشعبية إزاء قضايا محورية في المنطقة، منها كان غزة. احنا ما نتحدث عن بطانيات ونتحدث هذا، نتحدث عن مواقف سياسية هنا. إزاء غزة وحرب العدوان الغاشم على غزة، إزاء مصر. أنا لا أعتقد بأن العلاقة الحميمية مع مصر تمثلني أنا أنيس الخصامي ولا تمثل كثير من الأردنيين، هي موقف رسمي فقط وأنت تعلم ذلك. أنا أعتقد بأن ليس الموقف ضد الإخوان يمثل القطاع الأغلبي الساحق من الأردنيين. الأردنيين ناس مسلمين مؤمنين موحدين، ولا وليس لهم موقف ضد الإسلام وضد الإخوان المسلمين، ولا أيضا قضايا متعلقة بإسرائيل. هذه كمان قضايا موقفنا الرسمي منفصل تماما عن الموقف الشعبي. سحبنا السفير، مش ما سحبنا السفير، استدعينا السفير، وهو إجراء دبلوماسي هامشي جدا لا يؤثر ولا يقدم. إجازة أنا كان مودي إنه السفير تسحب وتجمد العلاقات وتمنع التجارة بينه وبينه. أقول لك امنع التنسيق الأمني وبيكفي. تنسيق الأمني يا إخوان أيها الأردنيون، نحن ننسق مع إسرائيل أمنيا أكثر مما تنسق السلطة، ونسلم ونعطي إخباريات ونتحدث عن قضايا كثيرة جدا. وقف التنسيق الأمني. يعني هنا دكتور، يعني اسمح لي قبل ما تكمل بفلاشاتك، يعني التنسيق الأمني والآن يتم اعتقال مهندسين. نعم. بغض النظر عن التهمة إذا كانت صحيحة أو خاطئة أو تبلي، لكن التهمة هي دعم المقاومة. يعني نعم، يعني وبنفس الوقت اللي بيتم التحقيق فيه مع أسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، يتم التحقيق مع أسرى أو مع أسرى محررين من سجون الاحتلال الصهيوني هنا. نعم. في الأردن. نعم، على خلفية حرية التعبير وعلى خلفية دعم المقاومة، والمقاومة حق المشروع. مناهجنا في التربية يتم التعديل عليها الآن، ويتم تغيير بعض المسميات، وهذا أيضا كله يأتي في السياق العام اللي هو أن مواقفنا الرسمية لم تعد. وهنالك احتجاجات من الأردنيين إنه كيف أنت بتغير بأسماء معينة في الخارطة الديموغرافية والجغرافية للمنطقة، كيف تغير واستجابة لمن؟ أنا أعتقد أن هنالك محركات كثيرة، محركات خارجية
تحرك مواقفنا الرسمية وليست كلها محركات داخلية. هذا الأمور الحقيقة جزء من اللي أشرت له تراجم الحراك اللي هو خوف بعض الأردنيين من قانون الإرهاب اللي سنه المجلس النواب والذي يستطيع أن يحاسبك على أي حرف تقوله بأي وقت وبأي مكان. ينبغي على النظام الأردني أن يكون مستقلا في مواقفه، لأن استمراره واستقراره وأمنه وأمانه، الأردن في أمان، أنا مش خايف على الأردن، أمن والأمان هذه ذريعة هذه تستخدم ذريعة لإخافة الأردنيين، لا الأردن في أمان. أقول لك وأنا أعتقد أن الشعب الأردني هو اللي حاضر الذي يحافظ على الأمن والأمان، وليس فقط قوات الأمن، الأردنيين ليسوا ناس عنيفين، الأردنيون حريصين على بلدهم وكلنا نفدي هذا البلد وترابه بالغالي والرخيص. البنية الاجتماعية تساعد. نعم. نعم. أنا أريد الأمن والأمان اللي استطاعت النهضة في تونس عندما وصلت إلى السلطة في المرة الأولى، وترى الآن تداول السلطة هناك، وكانوا يقولوا للإخوان المسلمين أنهم استحواذيون وأنهم مجرد أن يصل السلطة عليهم الآن أن لا يستخدموا هذه، أن يتوقفوا عن استخدام هذه الحجة، هذه تونس وهذه النهضة وكيف تداول السلطة، والآن هم الحزب الفائز هو اللي شكل ورئيس راح يطلع منهم وكله الآخري، والرئيس مجلس النواب امبارح انتخبوا، انتهى الموضوع، لا يظلهم يتخذوا هذه ذريعة هذه مواقف عالمية كما تفضل أخي كاظم. أنا أعتقد أنه إحنا نتأثر كثيرا في سياقات عالمية في بالولايات المتحدة الأمريكية وبسياسة، وما سر هذه الزيارات المكوكية؟ والله يا أخي أنا دار أبوي ما بروح عليها قد ما بنروح على أمريكا وقد ما بنزور أمريكا بهذا التكرار. شوفي بأمريكا لهذه الدرجة اللي إحنا رايحين جايين بهذا التنسيق وبحث العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والأردن. يا أخي شو العلاقات الثنائية؟ شو إحنا كل يوم العلاقات منغيرها؟ مش معقول هذا الكلام. أنا أعتقد الأردنيين، وأنا أخاطب هنا الحكومة، أقول أن الأردنيين لديهم عقول، وعندما يستمعوا، وقد بحث الوزيران الأردني والأمريكي العلاقات الداخل، أي زي ما هي علاقات داخلية زي مبحوثة وعارفينها وباصمينها، إحنا رحنا هناك نتحدث عن قضايا سياسية ونأخذ إرشادات، وأنا أعتقد أنه إحنا متأثرين ونستطيع بعد الزيارات نعرف هناك بعض النتائج والإجراءات اللي بصير بناء على هذه التنسيقات. أيضا أخي أنا من هنا من على هذا المنبر أوجه أيضا للحكومة ولأولي الأمر منا حرصنا عليهم وحرصنا على النظام، نحن نرفع شعار بدنا النظام أن يستمر وأن يكون مستقرا وليس تغيير النظام، احنا متمسكين بهذا النظام لكن بدنا اياه بحلة جديدة اللي تتجاوب مع آراء الأردنيين. انا اقول له انتبه للوضع في مصر الذي نرى الحميمية في العلاقات والتواصل معه، الوضع في مصر ليس مستقرا على الإطلاق، لا يمر يوما واحدا دون هدر دماء. الوضع في مصر، قائد الدولة المصرية الانقلابي الذي جاء بفعل انقلاب، هذا القائد يتحرك من الأبواب الخلفية، لا يستطيع أن يخرج في الفبليك، لا يستطيع أن يخرج أمام الجماهير. في فرنسا هذيك اليوم خرج من الأبواب الخلفية هريبة، في الولايات المتحدة الأمريكية خرج من الأبواب الخلفية فوجد مظاهرة في وجهه، فذهب إلى الأبواب الأخرى فوجد مظاهرة في وجهه. الحاجز الأمني الكبير المسيطر عليه تجعله يشعر بأنه أي لحظة هو مهدد بالاغتيال. أنا لا أعتقد بأنه هذا إحنا نسعى من أجله. الأردن عمره ما كان موطن للكبت والعنف، وحتى الإخوان المسلمين من أحرص الناس على الدولة الأردنية وعلى استقرار الدولة الأردنية، فلماذا هذا الآن التضييق على الإخوان؟ لماذا الاعتقالات 17 معتقل من الإخوان المسلمين بحجج كلها وحجج واهية؟ أنا أعتقد بأن على الدولة الأردنية أن تغير افتراضات النظام السياسي، يجب أن يغير افتراضاته كثير، بعض افتراضاته افتراضات خاطئة، أن الإخوان المسلمين يهددون الأمن، لا يهددون الأمن في الأردن، الإخوان المسلمين عيونهم على الأمة وليست عيونهم على والإخوان المسلمين أنا أعرف واللي تمازج معهم ليسوا من الفئات التي تستطيع تأمل على الاستحواذ على السلطة وخنق الحريات، هم وتاريخ الدولة يشهد وتاريخها يعرف ذلك والنظام يعرف ذلك النظام يعرف ذلك. لماذا هذا؟ لماذا الاستعداء للإخوان المسلمين؟ هل هذا في مصلحة الإخوان المسلمين؟ في مصلحة الأردن أنه نعمل الآن عملنا توتر في خلال الثلاث أسابيع الماضية، خلقنا توترا لم نكن بحاجته في الأردن، لماذا هذا؟ وبفعل من؟ ومن الذي يشير على الحكومة؟ هل تعتقد أن الحكومة هي لوحدها
تقوم بتقرر بأنه تحجز زكي بن رشيد ولا تحجز فلان ولا أنا لا أعتقد ذلك. زكي بن رشيد قال كلاما أكثر من ذلك في الماضي وغيره قال كلاما أكثر. لماذا الآن؟ أنا أعتقد أن هنالك قوى خارجية وأكرر أن مواقفنا الخارجية مواقفنا تتأثر بمصادر خارجية أكثر ما تتأثر بمعطيات داخلية. نروح على العقبة بعدين راح نرجع لموضوع النواب وتفاصيل يعني هذه المهازل اللي كانت واللي حصلت خلال الأيام الماضية. ينضم إلينا مراسلنا بالعقبة رائد صبحي. رائد سلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم رائد، كيف اليوم سمعنا أيضا كان هناك حراك عفوا من أحرار العقبة، تحدثنا عنه وعن أبرز الشعارات والمطالب خاصة. نعم بعد يعني أيام صعبة يمكن مرت فيها العقبة، اختناق الغاز وكذلك موضوع المينا والخلاف ما بين العمال وإدارة الشركة. بخصوص الموضوع الموانئ، يعني نظمت اليوم اللجنة النقابية للعاملين في الموانئ والتخليص عقب صلاة الجمعة مسيرة. انطلقت هذه المسيرة من أمام مسجد أبي داود في مدينة العقبة في وسط مدينة العقبة وصولا إلى مديرية شرطة محافظة العقبة. طالب المشاركون في المسيرة بإعادة المفصولين إلى أعمالهم وعددهم 23 موظف والإفراج عن باقي الموقوفين من اللجنة النقابية والذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام. دعا المشاركون في المسيرة إلى رحيل الإدارة الأجنبية عن شركة ميناء الحاويات وعودة ميناء العقبة إلى السيادة الوطنية. تساءلوا يعني لمصلحة من، يعني العمال قالوا بأنهم سيوافقون على جميع المطالب والمحكمة تبث في موضوع نظام النوبات نظام الثمان ساعات أو 12 ساعة. قالوا بأنهم مستعدون العودة إلى أعمالهم فورا مقابل أن يعود عودة المفصولين والإفراج عن المعتقلين. لمصلحة من يتم هذا التأزيم؟ لمصلحة من يتم تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر بملايين الدنانير؟ من المستفيد من هذا الموضوع؟ هذا الموضوع كل يعني كل الأضرار التي تتمخض عن هذا الموضوع ستعود بالدرجة الأولى على الاقتصاد الوطني وسيكون المتضرر الوحيد منها المواطن العادي. الإدارة الأجنبية لهذه الشركة لا تبالي بالاقتصاد الوطني، لا تبالي بحقوق العاملين. هذا ما قاله العاملون اليوم وهذا ما أرادوا إيصاله للمسؤولين. قالوا بأنه لابد أن تعود الميناء إلى السيادة الوطنية. بخصوص موضوع الغاز وتسرب الغاز في مدينة العقبة، هذا التسرب سببه الكيان الصهيوني. يعني يتندر العديد من العقباويين بأن هذه الجيرة سيئة مع الكيان الصهيوني، فلا يأتي منها إلا كل قبيح وكل شر وكل أذى للمواطنين. وللأسف المسؤولين في مدينة العقبة كانوا يعني عند تسريب الغاز وفي بداية الأمر تحفظوا، أرادوا أن لا يجرحوا شعور الكيان الصهيوني. والحقيقة كان هناك يعني استياء واضح بين أهالي مدينة العقبة بسبب تكتم المسؤولين عن هذا الموضوع، بسبب يعني تعريض المواطنين للشائعات، أصبحوا فريسة للشائعات. يجب أن تكون هناك خطة، هناك دعوات لأن تكون هناك خطة واضحة للطوارئ في مدينة العقبة وعدم ترك المواطن البسيط فريسة للشائعات. نعم. وعدم تعريض أمن المواطن للخطر من الكيان الصهيوني الغاصب. شكرا لك. نعم. شكرا لك إذن رائد صبحي مراسلنا في العقبة، ونشاهد لقطات بالصوت والصورة من هذه الوقفة لعمال شركة الميناء. هذا إذن كان هذه كانت وقفة لعمال شركة الميناء في ظل التأزيم الذي يحصل من إدارة الشركة وعدم رغبتها في تقديم أي تنازل للعمال حتى ولو كان هنالك تأخير لمدة شهر عن تطبيق النظام الجديد، مسألة تناولناها أيضا هنا في قناة اليرموك. يعني أستاذ كاظم، إذا عندك تعليق على يعني هذا التأزيم فيما يتعلق بعمال العقبة وإصرار كبير على عدم تقديم أي تنازل لهم، وأيضا يعني سؤال وجهته للدكتور أنيس وهو الحقيقة يعني يستحق أنه نسلط عليه الضوء. الآن مهندسين يعني أردنيين يتم توجيه تهم لهم بدعم المقاومة،
يعني سواء كانت تهم صحيحة أم إنها تلفيق، لكن هل وصلنا لمرحلة في الأردن الجار الدائم والذي كان يمثل الوحدة بين البلدين، ويعني هذه العلاقة التاريخية بيننا والمواقف الأردنية الشعبية المعروفة من دعم المقاومة أصبحت تهمة ندعم المقاومة؟ ابتداء بالنسبة لموضوع العقبة، أنا لست ولم أطلع على تفاصيله، وإن كنت أنا يعني أقف إلى جانب إيضاح الحقيقة جميل وإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التجاوز على حقوق الناس هناك. وإذا بدكم يعني أنتم يعني تفرضوا على الناس سياسات جديدة تدرجوا، ما بصير تفرضوا الناس يعني تنقلوا الناس نقلة واحدة من الأقصى إلى اليمين إلى الأقصى اليسار. أنا أعتقد أن هناك في تعسف في التعاطي مع هذه القضية، ولكن يعني لا شك ما يتم المساس بحقوق نعم مكتسبة للعمال. أما يعني بالنسبة لموضوع الاعتقالات على خلفية، طبعا أنا يعني لا أستغرب أن يحدث هذا منذ أن وقعت وادي عربة ونحن في مأزق في موضوع الدعم المقاومة. وادي عربة كانت كارثة كبيرة وطنية على الأردن، والتزامات في غير محلها وضعت على الأردنيين، على الشعب الأردني. لم يستشر الشعب الأردني في وادي عربة، لم يؤخذ رأيه في وادي عربة، وبالتالي وقعت على غير إرادته، وبالتالي هي الآن وضعته في هذه الموقف. الشعب الأردني مع المقاومة، أنا أتحدى استفتوا الشعب الأردني وشوفوا ما هو موقفه من فلسطين ومقاومة العدو المحتل. كل الشعب الأردني بدون استثناء مع المقاومة ومع دعم المقاومة. أما الآن يعني بحجة أنك بدك تلتزم بمعاهدات وقعتها في غياب الشعب وتضعنا في هذا الموقف، أنا أعتقد هذا غير مقبول. كان بالإمكان الحكومة الأردنية أن تتجاهل يعني التجاوزات التي تحدث على وادي عربة، بأن الآن اليهود والعدو الصهيوني يتجاهل الوادي عربة أصلا ولا يلتزم بها. زي أخي ما بتجاهل العدو الصهيوني، تجاهل أنت أيضا ما يجري من اختراقات لوادي عربة هي القدس، والآن مناقشة قوانين يعني لنزع السيادة الأردنية. بالضبط القضية الآن يعني هل من الجريمة أن يفكر الإنسان في 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 مقاومة المحتل الظالم الذي يعتدي على الأقصى ويتعدى المقدسات ويحتل الأرض ويطرد أهلها ويشرد شعبها؟ هل هذه جريمة؟ يعني هذا كنا زمان نعتبره عمل وطني يا أخي. شو اللي جرى من امبارح لليوم؟ هل هذا الكلام معقول؟ مقتل القائد الأردني رائد الزعيتة ليست جريمة بالنسبة للحكومة مثلاً. وأحمد الدقامسة ما زال في الأسر، احنا الحيط الواطي، احنا مطلوب منا نلتزم بكل شيء، واليهودي والصهيوني يعربد على في الأقصى ويعربد في كل فلسطين، ولا يجد أحد يعني يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد أنه هذا الموقف غير مقبول. الحكومة بإمكانها يعني وبكل بساطة أن تكون موقفها غير هذا الموقف. ويعني أيضا هذا له تداعيات اجتماعية خطيرة. صح. يعني أن تقف إلى يعني أن تبقى يعني أن تلاحق وتعتقل وتحقق مع الذين يفكرون بمقاومة المحتل. يعني أنا أعتقد أن هذا يمكن لسه الناس صدمت هذه التهمة لسه مش واصلة للناس. لا شك يعني أن هذه إذا كان الأمر هكذا، إذا كان التوصيف هيك صحيح، إحنا ما بدنا نفتأت على الحقائق ولا، ولكن إذا كان فعلا هذا هو الحال، فأنا أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى مراجعة وسريعة. لأنه هذا أعتقد يعني لا يتسق لا مع المزاج الوطني الأردني ولا يقبل به الأردنيون بأي شكل من الأشكال. جميل جدا. نحن كلنا جميعا هنا في الأردن موقفا واحدا مع المقاومة وندعم المقاومة، ومن يفكر في المقاومة فهو إنسان وطني، إنسان أردني، إنسان عربي، إنسان إسلامي، ولا يجوز يفترض أن يكون الموضوع مثار للخلاف. لا يجوز أن يجرم من يفكر في موضوع المقاومة. دكتور أنا قبل ما أروح عندك نروح على حراك إربد، حراككم. نعم. واليوم كان في فعالية يعني يمكن تنعش الحراك هنالك في إربد، وينضم إلينا أمين سر تنسيقية حراك إربد وأحد المنظمين لفعالية اليوم المهندس ناصر مهيار. مهندس ناصر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلين. نعم مهندسنا، يعني كيف كان اليوم حراك إربد؟ ويعني من جديد عم نسمع أنه يعود أهل إربد بالخروج للمطالبة بحقوقهم وحقوق باقي الشعب الأردني. تحدثنا عن حراك اليوم كيف كان؟ أولا مساء الخير لك ولا ضيوفك الكرام. مساء الورد. وأحييكم على هذا البرنامج وهو يعبر عن نبض الشارع الأردني. احنا في تنسيقية الحراك في إربد اليوم خرجنا بمسيرة للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلين الرأي، وكان هذا هدف المسيرة. وقد دعينا جميع شرائح الشعب الأردني للمشاركة، وأصرينا على أن النقابات يجب أن تكون جزء من هذا الحراك، وأن تكون جزء من هذا الحراك
جزء كبير من هذا الحراك. طبعا هذه شعارات اللي أطلقناها هي مسيرة من مسيرات الإصلاح والمطالبة بالإصلاح في الأردن، وقد تكلمنا فيما يخص هذا الموضوع بأن ليس هنالك أردني وطني يقبل في أي حال من الأحوال ويسكت على ما يحصل في الأردن من نهب لثروات المؤسسات الوطنية عفواً ونهب دي مقدرات الدولة الأردنية. وطالبنا في مسيرتنا الإفراج عن المعتقلين جميعهم وتحقيق مطالب الإصلاح، وأننا مستمرون في هذه المسيرة إلى متى، يعني إلى أبعد زمن ممكن أن تأخذ معنا إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك يا المهندس ناصر مهيار، أمين سر تنسيقية حراك إربد. ونشاهد مشاهدين لقطات بالصوت والصورة من حراك أحرار إربد اليوم. نحن ضد الاعتقالات وتحرير المعتقلين كافة، معتقلين الرأي من مهندسين وغير مهندسين، من أخوان وغير الأخوان. فبالتالي على النقابات وبالذات وبالدرجة الأولى والقائمين عليها نقابة المهندسين الأردنيين أن تتفاعل مع مطالب الشارع الأردني، لأنها مؤسسة من المؤسسات الوطنية بالمجتمع المدني في الأردن، وهذا واجبها. فإذا استمرت على سياساتها النقابات في الابتعاد عن الشارع، هنالك في إشارة استفهام على من يقود تلك النقابات. فلذلك أرجو. إذن هذه كانت وقفة لأيضا أحرار إربد واحتجاج على موضوع الاعتقالات على وجه التحديد. دكتور أنيس، يعني مجلس النواب وهذه المهزلة التي صارت واللي يعني انتشرت يعني بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، أقعد يا هند، وتعليقك عليها في ظل يعني كل ما نمر عليه، وين إحنا ومجلس النواب وين؟ أنا الحقيقة أولا بدي قبل هذا البرلمان بدي أقول لك أن إذا كنت ناصحا لأولي الأمر للنظام الأردني والحكومة الأردنية لقلت لهم أن يستثمروا في موقف طيب تجاه الإخوان المسلمين، يستثمروا لتعزيز الموقف الأردني، وهذا يقويهم أمام أعدائنا ويقويهم أمام الأمريكان الذين يستطيعون أن يفرضوا كثير من الأشياء علينا الآن، عندما يعرفون أن لدينا آراء أخرى ونحن هذول جزء من الشريحة من الشعب الأردني. وتقوي جبهتك الداخلية. نعم، يقوي جبهتك الداخلية ويعزز من مواقفك عند التفاوض مع الآخرين. ولذلك أنا بعتقد بأنه هذا مهم جدا. لو كنت ناصحا لهم والله لاستمعت، لست فقط الاستماع للإخوان، ولكن أيضا احترام مواقفهم واحتواء ضمن منظومة المجتمع الأردني، اعتبار هنالك لدينا تنوع، مثل ما تحتوي مثل ما تقبل رأي الوسط الإسلامي، تقبل الشيوعيين، تقبل البعثيين والناصريين. يا أخي ليش ما تقبل هذولا؟ ليش ما تؤمن على الأقل تحترم آرائهم؟ أي واحد. اثنين، وهذا بقودني إلى قضية البرلمان الأردني. لعله أنت سألتني قبل قليل سؤال، اللي نعم أنا كان مطلوب مني إني من قبل كثير من الناخبين وأهلنا في لواء بني بعيد الدائرة الثانية بني أترشح، واعتذرت ربما قرأت اعتذاري في هذا الموضوع، لأنه لن يكون له تأثير في ظل الأوضاع الحالية وفي ظل عدم وجود إصلاح سياسي حقيقي اللي غير قوانين الانتخاب. أي واحد موجود في مجلس النواب هو يمثل صوته فقط. جميل. روح صيح زي ما بدك وكما تريد، بالأخير عد الأصوات ويتم الاستفراد فيها واحدا تلو الآخر من قبل النظام، من قبل الدوائر الأمنية، ويتصلوا معاه وقالوا قول هيك وعمل هيك. العملية كلها مشوهة، وهذه باعترافهم مش أنا عم بفتأت عليهم أو بفتري عليهم. ولذلك إذا ما صار في برلمان مجلس نواب يتم وفق قوانين انتخاب مختلفة ليس فيها قانون الصوت الواحد اللي يضمن وجود بلوكات في داخل مجلس النواب ورؤى حزبية، هذا عبث ببص. وأنا كتبت الأمس مقال عن الجاه وشغف الأردنيين بالسلطة والبحث عن الشهرة والجاه. لا يخرج الترشح للبرلمان عن الجاه والسلطة فقط، الآن لا يفعل شيئا بالسياسة، وهو يمثل بالمناسبة مثل ما بيمثل مجلس الوزراء سياسة الحكومة مجلس النواب، هو يمثل السلطة التنفيذية، مواقفه مثل مواقف مرات بتفوقوا على الحكومة ويتفوقوا في المزاودة عليه. أنا بدي أستمر معك دكتور، بدي أستمر معك وإذا عندك تعليق، لكن بشكل يعني كلمة ختامية لأن الوقت أدركنا. وأنا بدي أشير بس لنقطة يمكن ذكرها الأستاذ كاظم في البداية، إنه يقول بأن المسؤولين يعرفون الحقيقة وأنه في هذا البلد خير كثير. معروف حضرتك ومواقفك الدائمة سواء الفضائيات أو عبر يعني مقالاتك، يعني بصراحة عندما تقابل الناس هل تشعر بأنه
في قبول لما لوجهات نظرك التي تعبر عن الحرية بشكل ربما بسقوف عالية؟ هل الناس يعني في بتحس انه خايفين شوي من كلامك، خايفين يعلقوا على كلامك او يعملوا تأييد او ينشروه، ولا بتحس انه هم في قبول يعني عندهم ويعني بشكل عام، خاصة انه حضرتك يمكن الأدرى بهذا الموضوع من خلال تفاعلاتك المباشرة مع الناس؟ يا سيدي، الحقيقة انت يعني تسأل سؤال مباشر ويحتاج الى إجابة. نعم، انا اعتقد ان الشعب الأردني يعني عدد كبير أذكياء، لكن عدد كبير منهم مشغول في هموم الحياة، وأيضا مرات ضحية لماكنة الدولة الإعلامية في تشويه صوت الآخرين أو إرعاب الناس، تخويفهم. وبالتالي كثير من هؤلاء الذين تسمع منهم مواقف على العلن مناقضة لما تقوله، لما بلتقي أنه إياهم في يعني في جوانب خاصة وفي بتجدهم مؤيدين. على الفيسبوك لما فتحت صفحة إلي صار يأتي أعداد هائلة من القراء، لأنه ما ببين مين اللي قرأه، بعطيك أعداد لما شوف قديش العدد قارئ، لكن على الأكاونت على الحساب العالي بده يبين، بحط لايك وتحسب عليه. وأخبرت بذلك أنه أنا لا أريد أن أسجل، لأن والله يا دكتور إحنا مواقفنا وأكل عيش ومش عارف إيش ومستقبل وقضايا من النوع. أخي، هذه القضية ما فيها خوف، هذه القضية نحن من أجل الوطن ومن يحسب حسابات. جميل. الخوف الرزق على الله، والمكاسب هذه مكاسب الدنيا كلها هذه زائلة. أنا أعتقد رب العالمين هو من يدبر الأشياء. ونعم بالله. يعني بثواني إذا ممكن أستاذ كاظم، لأن الوقت أدركنا تماما، كلمة ختامية لك. الكلمة الختامية أريد أن أوجهها حقيقة للمسؤولين في هذا البلد، يعني الإخوان المسلمين والإسلاميين والأحرار الوطنيين المطالبين بالإصلاح، هم أبناء هذا الوطن الحريصين عليه. نعم، أنا أعتقد أنه هذا الأوان أن يعني يستمعوا لهم بشكل جيد، يحاوروهم بشكل جيد، ويعني الحسابات الخارجية والضغوط الخارجية ليست هي الحل، لا تقدم للوطن الخير الكثير. دعونا نجلس جميعا نتحاور بصدق وأمانة، نحن كلنا فداء الأردن وخدمة للأردن، هذا البلد وطننا، هذا البلد أرضنا، هذه أرض الحشد والرباط، ونحن جميعا مستعدين أن نقدم كل التضحيات من أجل عزتها وسيادتها واستقلالها. هذا أجمل ما نختم فيه هذه حلقة لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الأعزاء، شرفتونا في هذا اليوم. الكاتب والناشط السياسي الأستاذ الدكتور أنيس الخصاون، شرفتنا في قناة يرموك، ودائما نعتز بك وبموقفك. وكذلك الناشط السياسي ورئيس الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين أستاذ كاظم عايش، أهلا وسهلا فيك وشرفنا بلقائك، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. شكرا جزيلا وفي أمان الله.